وفي البداية هنروح نشوف إزاي تناولت الصحافة النهاردة أخبار النادي الأهلي. الأهرام، الجهاز الفني للأهلي يسلم مارتن سارتي ملف كامل لكل لاعبي الفريق عبد الحفيظي وعاقب صالح جمعة ومؤمن زكريا، والفريق يغادر لأثيوبيا غدا. الشروق، بعد مشاهدة مباراة النجوم من المدرجات لسارتي يدرس تغيير طريقة لعب الأهلي، الأوروغوياني يشيد بأداء ناصر وتحركات مروان ودور هشام والسلية في منتصف الملعب. الأخبار، الأهلي يطوي صفحة الدوري مؤقتا ويطير غدا لمواجهة جيما، إشادة بعودة الروح القتالية للأحمر، وعبد الحفيظ يسبق البعثة لأثيوبيا. الجمهورية، يطير لأثيوبيا غدا بدون فتحي، مكاسب الأهلي عديدة بعد الفوز على النجوم. الأخبار المسائي، الأهلي يعدل خطته، الفريق يبدأ الاستعداد لجيما وعبد الحفيظ يسبق البعثة. مجلة الأهلي، الأحد في أديس أبيبا، الأهلي في مهمة تأمين التأهل في بلد السوبر. روز اليوسف، فاضل على القمة دستة، الأهلي في أثيوبيا غدا ويوسف فرحان بالخلطة الهجومية. المساء، الدوري يعود لاستاد القاهرة بالأهلي، الأمن وافق على إقامة مباريات الأحمر بداية من منتصف يناير. اليوم السابع، 100 مليون جنيه تهدد محاولات الأهلي استعادة رمضان صبحي في الشتاء.